بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا لصلاة التراويح في هذه الليلة إلى قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة قدرته على إحياء الموتى، فقال: إنا، ونا هنا للتعظيم، فالجمع هنا للتعظيم. إنا نحن نحيي الموتى، أي نبعث، أي نبعثهم يوم القيامة بعد إمامتهم، بعد أن يموتوا يبعثوا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نكتب ما قدموا من الأعمال من صالح وسيء وحسن وقبيح، ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ما خلفوه وراءهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء من أعمال الخلق أحصاه الله عز وجل، أي ضبطه في إمام مبين، في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، وما يكون وما يكتب في صحائف الأعمال. فهذه الآية يبين الله عز وجل فيها قدرته على إحياء الموتى، وأن أعمال العباد حسنها وسيئها كلها تكتب عند الله عز وجل وتحصى. والكتابة أربعة أنواع: النوع الأول ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. النوع الثاني من الكتابة الكتابة العمرية، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. النوع الثالث من أنواع الكتابة الكتابة الحولية، وذلك في ليلة القدر، قال الله عز وجل: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. النوع الرابع من أنواع الكتابة الكتابة اليومية، وقد استنبطها بعض العلماء من قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا من الأعمال، فيحاسبون على أعمالهم الصالحة من الواجبات والمستحبات والمكملات، وكذلك أيضا يحاسبون ويعاقبون إن لم يعفو الله عز وجل عنهم عن الأعمال السيئة، سواء كانت من البدع أو من الكبائر أو من الصغائر، لأن الذنوب أنواع منوعة، فأعلاها الشرك بالله، ثم بعد ذلك البدع، ثم الذنوب من الكبائر والصغائر، فكل هذه الأمور سوف يحاسب الإنسان عليها، وسوف يعاقب عليها أيضاً إن لم يعفو الله عز وجل عنه. لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي أو أن أهل المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم.
ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. والذنوب نوعان: كبائر وصغائر. والفرق بين الكبائر والصغائر من حيث الحد والتعريف ومن حيث الحكم والأثر. أما من حيث الحد والتعريف فإن الكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية، يعني في الدنيا أو في الآخرة، أو لعن أو غضب أو حد، كل هذا من الكبائر. هذا الحد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحسن ما يقال في حد الكبيرة أنها كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، وهذا أحسن من قول بعضهم إنه إن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب إلى غير ذلك، بل يقال إن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت نفيا لإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لعن: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، أو حد في الدنيا كحد السرقة وحد الزنا وغير ذلك. إذن هذا هو حد الكبائر، أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها عقوبة، كالكذب المجرد فإنه من الصغائر. أما من حيث الحكم والأثر فالفرق بين الصغائر والكبائر من وجهين: الوجه الأول أن الكبيرة تخرج الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها إن لم يتب منها، فمن فعل كبيرة من الكبائر فإنه يخرج عن وصف العدالة، لا يقال إنه عدل بل يقال إنه فاسق. وأما الصغائر فلا تخرج الإنسان عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها. ثانياً من الفروق أو الوجه الثاني أن الصغائر تقع مكفرة بالحسنات الماحية، قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما كان لهم أثر فيه وما خلفوه وراءهم، فيدخل في ذلك كل عمل صالح يخلفه الإنسان. ولهذا استدل العلماء رحمهم الله على مشروعية الوصية وعلى مشروعية الوقف بهذه الآية الكريمة، لأن الوصية مما يخلفه الإنسان بعد موته، وكذلك أيضا الوقف مما يخلفه الإنسان بعد موته. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحبس الأصل، أن يكون الأصل محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأن يسبل المنفعة. والوقف من
الأعمال الصالحة المشروعة، وهو من الأعمال التي اختص بها المسلمون. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. والمقصود بالوقف أمران عظيمان: الأمر الأول انتفاع الواقف بالأجر والثواب، والأمر الثاني انتفاع الموقوف عليه بغلة هذا الوقف ونمائه. فالوقف من الأمور المشروعة، كذلك أيضا الوصية من الأمور المشروعة، كما في هذه الآية الكريمة، وكما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه، فقال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فقد تكون الوصية واجبة، وتكون محرمة، وتكون مستحبة، وتكون مكروهة، وتكون مباحة. فأولاً، متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، بحيث أنه لو لم يوصي لضاع الحق، فيجب عليه أن يوصي. مثال ذلك: إنسان مثلا يتعامل مع التجار، يأخذ من هذا بضاعة ومن هذا بضاعة، ولا يكتب هذه المعاملات ولا يقيدها ولا يشهد عليها، فيجب عليه أن يوصي بأن في ذمته لفلان كذا وفي ذمته لفلان كذا، لأنه لو لم يوصي لضاع الحق. هذه الحالة الأولى من أحوال وجوب الوصية. الحالة الثانية من أحوال الوصية الواجبة: الوصية للأقارب غير الوارثين. فيجب على الإنسان إذا ترك خيراً، يعني خلف مالاً، أن يوصي لأقاربه غير الوارثين، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية عند ابن عباس وجماعة ليست منسوخة بآيات المواريث، وإنما آيات المواريث خصصتها، فبقيت الوصية، بمعنى أنه خرج الوارث وبقي القريب غير الوارث. الحكم الثاني تحريم الوصية. تكون الوصية محرمة في حالين: الحال الأولى الوصية للوارث، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد من ورثته، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز أن يخص بعض ورثته بشيء من الوصية إلا إذا أجاز الورثة جميعا ذلك. الحال الثانية والمسألة الثانية مما تكون فيه الوصية محرمة: الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث، فإن الله عز وجل تصدق علينا عند وفاتنا بثلث أموالنا، فيجوز للإنسان أن يوصي بالثلث فأقل، أما أن يوصي لغير الوارث بأكثر من الثلث فهذا محرم، ولا ينفذ ما زاد على الثلث إلا أن يرضى الورثة بذلك. ثالثا تكون الوصية مستحبة، وذلك في طرق الخير وسبل الخير، فإذا ترك الإنسان مالا أو خلف مالا فيستحب له أن يوصي في طرق الخير، من بناء المساجد وإصلاح الطرق والنفقة على طلبة العلم وعلى حفظة القرآن وعلى غير ذلك من طرق الخير. رابعا تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج،
فإذا كان الإنسان فقيرا ليس عنده مال أو عنده مال قليل فيكره له أن يوصي وورثته في حاجة، لأن كونك تخلف مالا لورثتك هذا خير لك من أن توصي به إلى غيرهم. ويرشدك إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد يا رسول الله إني ذو مال قال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتكون الوصية، وهو الحكم الخامس، تكون الوصية مباحة بالكل يعني بجميع المال لمن لا وارث له. فإذا كان الإنسان ليس له ورثة، ليس له أقارب ولا أولاد ولا زوجة، فيجوز له أن يوصي بجميع ماله، لأن المنع من الوصية من ما زاد على الثلث لحق الورثة. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثانيا فيما يتعلق بالوصية، ما هو القدر المستحب في الوصية؟ القدر المستحب في الوصية إما الخمس وإما الربع. قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت ما ارتضاه الله تعالى لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى الآية. فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن أفضل قدر يوصي به الإنسان هو الخمس، وقيل إن أفضل قدر هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير، فكأنه أجازه على غضاضه. وبناء على هذا فما يتعرف الناس عليه من الوصية بالثلث هذا وإن كان جائزا لكنه ليس هو القدر الأفضل. الأفضل أن يوصي إما بالربع وإما بالخمس. يقول الله عز وجل في الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم، فكل ما عمله الإنسان من عمل في حال حياته من وقف كتب أو وقف عقار أو غير ذلك أو أوصى وصية فإن هذا يكتب عند الله عز وجل. وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل عمل يعمل الإنسان من قليل أو كثير من صالح وسيء كله قد أحصاه الله ضبطه في إمام مبين يعني في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ وما تكتبه الصحف وما يكتب في الصحف التي في أيدي الملائكة. وهذه الآية فيها التحذير من العمل السيء، وأن كل عمل يعمله الإنسان من الأعمال السيئة فإنه محصن عند الله، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تستصغرن شيئا من الذنوب ولا تحتقرن شيئا من الذنوب، كذلك أيضا لا تستعظم شيئا من الأعمال الصالحة. العمل الصالح حتى لو كان مثقال ذرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فكل عمل صالح تعمله فإنه محصن عند الله. والقليل مع الإخلاص يكون كثيرا، القليل مع الإخلاص يكون كثيرا. فالإنسان لو تصدق بريال أو بدرهم مع إخلاصه فإن هذا الدرهم وهذا الريال يكون عند الله عز وجل عظيما. ولو تصدق بملايين الريالات ولكنه لم يخلص في ذلك أو أتبع صدقته منا وأذى فإن هذا المن وهذا الأذى قد يكون سببا لحبوط أجره وثوابه، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.